وإلى آخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة. نعم، تنضم إلينا مرة أخرى فاطمة خليل. عليك فاطمة. شكرا رجائي، شكرا شرو، وأهلا بكم مجددا. وأخيرا مشاهدينا، وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 22، الإسكندرية 27، مطروح 26، 20، بورسعيد 28، 23، إسماعيلية 31، 20، وجوها حار. بالنسبة للسويس 30، 21، العريش 28، 22، طابة 31، 24، شرم الشيخ 36، 26، الغردقة 35، 25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 39، 24، أسوان 41، 25، الوادي الجديد 37، 22، شلاتين 35، 25، حلايب 32، 26، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.